دكتور عاصم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا نقول لك لا ما أخذ ولا ما أعطى. ربنا يرحم الأخ أحمد ويثبت أسرته ويصبره. كلمة حضرتك النهاردة كانت لها بعض المغازي، ممكن تفسرها لنا؟ لم يكن فيها مغازي، الكلمة كانت واضحة ومباشرة. كنا نتكلم عن مطالب واضحة بالإفراج عن الدكتور عمر، بالإفراج عن الأسرة، بعدم التفريط في وإعطاء الجندي أو الجاسوس الإسرائيلي والأمريكي هكذا مجانا لمجلس عسكري عقد صفقة ناجحة في مقابل شاليط. يجب أن تكون هناك صفقة أكثر يعني نجاحا بالنسبة للجاسوس الأمريكي الإسرائيلي. كنت في كلمة حضرتك تقول الذين يستعينون بالخارج. نعم. ماذا تقصد؟ أقصد الذين كانوا يهتفون بجوار مسبير ويرفعون يافطات يطالبون بالتدخل الأجنبي لحمايتهم، وهم يعيشون في رغد من العيش وفي بحبوحة وفي منتهى الحرية، لدرجة أنهم بيهاجموا المجلس العسكري صباح مساء لغاية ما أطلقوا عليه الرصاص وبيقولوا أنهم مظلومين ويريدون الحماية. فهذه مؤامرة بالقطع، ولو وصل الأمر لأن حد فكر يتدخل بالفعل عسكريا في مصر أظن أننا سنكون له بالمرصاد. على الوضع السياسي بتاع الشيخ عمر عبد الرحمن، هل يوجد من جديد؟ ليس لدينا جديد للأسف الشديد في هذه المسألة. على مستوى الحزب ماذا تفعلون في المرحلة القادمة؟ هناك يعني تفاهمات مع حزب النور ومع حزب الأصالة لتكوين قوائم مشتركة في بعض المحافظات. كان يوجد بعض التحالف مع الإخوان، هل فشل؟ يعني نفض هذا التحالف منذ يومين، لأننا وجدنا أن الفكرة التي كان يقوم عليها هذا التحالف من جمع كل الأطياف السياسية في قائمة واحدة قد يعني انتهت بسوء إدارة قد يكون غير متعمد لهذه المسألة، فوجدنا أنه لا داعي لبقائنا في هذا التحالف بعد أن سحبت منه كثير من القوى السياسية. لا يوجد تحالف، هل يوجد يعني مش عايز أقول حرب إعلامية بينكم؟ لا مطلقا ليس هناك حرب إعلامية مطلقا. يعني هيوجد تعاون على حتى على الأقل القليل؟ هيكون هناك نوع من التفاهمات طبعا، ولكن سيكون هناك منافسة سياسية مشروعة لكن بدون حرب إعلامية. التاريخ بين الإخوان والجماعة الإسلامية طويل، ويعني لهما يعني من حضرتك تعلمه أكثر مني، هل المرحلة القادمة ستشهد بعض الخلافات؟ إن شاء الله مش هيكون في خلافات. شكرا دكتور. شكرا.